هشام عيد بن حسين مؤسس شركة صندوق استثمار إميزوار، تعني باللغة الأمازيغية الأم الأولى. ونعم مشاركتنا اليوم في القمة الأمريكية الإفريقية هي في اليوم الأول بحضور السيد وزير الخارجية والتعاون السيد ناصر بوريتا، وكذلك السيد وزير الصناعة والتجارة رضا مزور، مبادرة متميزة وثمرة لمجهودات جلالة الملك نصره الله وأيده لدعم الدول الأفريقية الشقيقة ورعايته نصره الله وأيده أن تكون العلاقة متميزة رابح. وتنفيذا لأوامر جلالته حظيت مؤسسة إميزوار على تنفيذ أوامره وتطوير مشروع وطني لشبكة صحية خاصة للخدمات الصحية وسخته وبالضبط في المناطق النائية البعيدة لرعاية جلالته. ونعم سيكون إن شاء الله الرحمن الرحيم تقريبا 600 مركز صحي في الفيلاج في البرنسيبال ديال 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 الجامعة، إضافة إلى ذلك 60 كلينيك إن شاء الله مصحة في كل إقليم قروي، عندنا تقريبا 62 من 73، وكيكون هالشبكة لتقريب الخدمة الصحية لرعاية جلالته أوسي باش ان شاء الله سيدنا الله سبحانه. وكاين ان شاء الله كاين التخصيص الصحي، ان شاء الله كل شيء غادي يكون عنده تخصيص عام 2024، ولكن الخدمه الصحيه حتى هي ان شاء الله غتكون حتى الخدمه الصحيه في القرب القريبه من المواطن. ما غادي نمشيش انا نمشي 100 كيلومتر، كاينه عندي في الجامعه ديالي قريبه، وعندي الاسعافات الاوليه، وعندي لومبيلونس اللي تضاهي لومبيلونس ديال 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 اي دوله متقدمه، ونفس ان شاء الله الميم بي غادي يكون مجموعه ديال دي بارك سكون ابل لي بايوتيك بارك، يعني لي بارك ديال البحوث العلميه والبحث العلمي في الاساس في المجال الطبي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.